مشاهدي قناة كومبيس ماروك تي في، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وسفارة المملكة المتحدة بالرباط والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب توفير منح لدعم التعاون الدولي في مجال الأبحاث بين الجامعات في البلدين في إطار برنامج روابط الأبحاث البيئية التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وذلك من خلال التعاون بين جامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة كوليج لندن لتطوير أبحاث في مجال التغيرات المناخية، وبين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة كيلي لخلق تشبيك في مجال البحث العلمي والابتكار وتوسيع الاستفادة من فرص التمويل الممنوحة على المستوى الدولي، وكذا تعزيز إشعاع الجامعة. جرى يوم الجمعة 1 أبريل 2022 الإعلان عن تأسيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافية والاستراتيجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على يد مجموعة من الأساتذة الباحثين والطلبة. يواصل مركز سجل ماسر الدراسات والأبحاث السمعية البصرية ورئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط تأسيس الأندية السينمائية بعدد من الكليات التابعة لهذه المؤسسة الجامعية على أن يعمم المشروع على صعيد المملكة في مرحلة أولى، لينتقل بعدها إلى الكليات الإفريقية المرتبطة بشراكة مع مركز سجل ماسر. اختتمت الجمعة 1 أبريل 2022 بقصر مولاي حفيد بمدينة طنجة المغربية فعاليات الدورة 14 للملتقى الدولي لتوجيه وإرشاد حاملي البكالوريا والطلبة المنظم تحت العاهل المغربي الملك محمد السادس تحت الشعار معا لبناء مغرب القدرات. وعلى مدى يومين متتاليين شاركت جامعة عبد الملك السعدي بتوجيه وتتبع مباشرين من الدكتور بوشت المومني رئيس الجامعة بتمثيلية مهمة لعدد من المؤسسات الجامعية التابعة لها، ضمت نائب الرئيس ونواب رؤساء المؤسسات ورؤساء الأقسام والكادر الإداري وممثلي الطلبة بغرض مساعدة الطلبة والآباء على معرفة كل إمكانيات الدراسة والأفاق المهنية المطروحة أمامهم والتزود بكل المعلومات اللازمة لتطوير مساراتهم التعليمية والمهنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.